احنا معانا استاذ علي حجار على التليفون معانا. يا بختنا. يا حبيبي ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك. يعني مش عارف انا استاهل الكلام الكتير لا ابدا والنبي ربنا يكرمك ما تقولش كده ابدا، ده حضرتك تستاهل قد اللي اتقال ده الف مره. الله يخليك الله يخليك استاذ علي. انت بتغيب علينا ليه؟ كنا مستنيين اللقاء ده من زمان. او النبي، يعني احنا اخر مره اتقابلنا كنا على الطياره. ايوه مش كده؟ شفت انا لسه عندي ذاكره كويسه. طبعا مش هنسى. استاذ علي بتغيب علينا ليه؟ والله يعني زي ما انت قلت انا يعني اهم حاجه عندي الاختيار. صح. وطبعا في سبب تاني اهم يعني إيه؟ لانه برضو عشان الناس معانا لازم نقول لهم بصراحه، ما فيش مطرب يقول انا هروح اغني مسلسل كذا. او انا سامع ان فلان بيصور مسلسل فاروح له او اكلمه اقول له انا هغني لك. مفيش حاجه اسمها كده، ما بتحصلش ابدا. طبعا هو بيبقى يا المنتج يا المخرج بيختار المغني اللي هيغني له تتر المسلسل. وطول عمري كده يعني، يا الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، يا الاستاذ محمد فاضل، يا الاستاذ يحيى العالمي، يا يعني كان بيحصل كده. وعاده كان شغلي مع عمار الشريعي وسيد حجاب والابنودي، هو يعني كان بيبقى مطلوب كده الفريق ده على بعض، الثلاثي ده على بعض كده طبعا.